ما عندناش موضوع مخصص بوغ سا ها ما عندكم سؤال؟ المقالة تاع كل صحفي في المقالة من بعد نديروا العمل وين نديروا الصحة في المقالة بعد نعطوهم القسم تاعهم. حاجة اللي عندها علاقة بالفن بالثقافة بالشعر بالرسم بالسينما هذا اللي نعرفوا. هاك شوف انايا شوف تواجد اليوم بالصرح الاعلامي جريده الجمهوريه لتعريف التلاميذ عن هذا يعني هذه المؤسسه الاعلاميه والمراحل التي يمر بها الصحفي لنشر الخبر سواء يعني الجريده الرقميه او الورقيه يعني وكان عندهم فضول كبير باش يتعرفوا على هذه المراحل كانت اسئله وتبادل مع يعني جميع الصحفيين يعطيهم الصحه الاستقبال يعني الرائع اللي خصوه التلاميذ واشكر بالمناسبه السيده زرقيت ليلى مديره الجمهوريه على استقبالها يعني وفتح ابواب الجريده لشتى التلاميذ سواء في المدارس العموميه او خصوصيه وحنا هدفنا هو نشر ثقافة لدى الطفل يعني مش غير الدروس والبرامج خروج عن الروتين ويتعرفوا على الكتابة وشفتوا يعني الجانب الثقافي تلقاو بالأخت عليا وراتهم يعني التغطية كيفاش تمر في الأمور الثقافية المواهب الرسم خاصة احنا من دابينا التلاميذ تاعنا إن شاء الله يكون عندهم فصاحة لغوية ونحاولوا نساعدوهم بشتى طرق بوغ فانكخ لا تيميديتي اللي رانا نشوفوها حتى في الجامعات، طلبة عندهم صعوبة في التحدث أمام الملاء، في إلقاء يعني مناقشة مذكرة تاع التخرج، نحاولوا منذ الصغر عن طريق نوادي، عن طريق ورشات، نحفزوا تلاميذنا الأعزاء على التحدث سواء باللغة العربية الفصحى أو اللغة الفرنسية ولما لا الإنجليزية.